واحد
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على عين الرحمة ورمز الرأفة الشفيع الحبيب سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد، إن من أفضال الله على عبده أن يوفقه لخدمة دينه وأهله ووطنه. النيرات في الدنيا والآخرة، وأن يحببه للناس وأن يحبب الناس له. وهاتان المنقبتان والفضيلتان قلما تجتمعان إلا لمن رضي الله عنه والوطن ومحبة الناس ومحبوبيتهم له. وأتمنى أن أكون حصلت على بعض هذه الخاصيتين أو كليهما، خدمة الدين وخدمة الناس الذين هم أهل الله وحواريوه، والحصول على محبة الناس، فمحبة الناس من محبة الله لعبده. أرجو أن أكون ممن حصلت في حياتي هذه
القصيرة على هاتين الصفتين، وأنا أشعر وأنا صادق بأنني أحب الناس ويحبونني، ومن اجتماع هذه الزمرة الصادقة الصالحة الفاضلة من إعلاميين ورؤساء جمعيات وعلماء وأدباء وضباط إلا آية ودليل على هذه المحبة. الله تعالى ادخرني في أول عهدي كي أكون محاميا، ولكن القدر تدخل لأكون محاميا وأكون مفكرا إسلاميا. لقد رجعت إلى المغرب وكنت محامي وبدأت بمحاماتي بداية ناجحة، وسجلت في كلية الحقوق في قسم الدراسة العليا، ولم يكن والدي الشيخ الفاضل المحبوب مولاي إبراهيم الثاني راضيا عن هذا القسم في كلية الحقوق في الدراسة العليا. توصلت برسالة من المصادر العليا تشير علي بأن ألتحق بمباراة دار الحديد الحسنية، وفعلا تقدمت لمباراة وأنا لم أتعدى 21 سنة، ونجحت كأول خريج على زملائي الذين كانوا في سن والدي أستاذ الصخلي الكفيف العالم الجليل، أستاذ مولاي مبارك العليوني من فاس من مراكش وهو من أساتذة الدراسة العليا في جامعة بن يوسف، والفقيه الزيزي المعروف عندنا جميعا. وخذوا فقد الله أن أكون عند ذلك. أتاني والدي وقال لقد أردت أمرا وأراد الله خارجا، فكأنه يقول لقد أرجعتك المباراة أو أرجعك اختيار الثاني إلى مكان. أبائي وأجدادي كانوا خدام لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، معنا أحفاد جدنا الأكبر حافظ الدنيا سيدي محمد جعفر، وهو الآن الحمد لله مهندسون فلاحيون ودكاترة وأساتذة. دراسة الحديث ميراث النبوة وميراث أجدادنا. إن شاء الله أنا في الوقت نفسه لم أترك المحاماة، ما زلت محاميا ناجحا بفضل الله، ولم أترك تدريسها، فأنا أستاذ لقانون المسطرة المدنية في شعبة الدراسة الإسلامية العليا في كلية الشريعة، ولكنني أولا وآخرا أستاذ لعلم الحديث. وقد وفقني الله فكتبت فيه كتب كثيرة تعدت العشرة كتب، وحققت أول شرحين في الدنيا الإمام بخاري وهو بأيديكم وهو أعلام السنن، وقد كان فضيلة لبلدي. وأذكر هنا شيئا ليس بالسريع، حصلت على أوسمة من المملكة العربية السعودية من الملك فهد ومن الرئيس مبارك بمجرد صدور هذا الكتاب وتحقيقه للناس ونشره، فرغب إلي في تشريفة الملكية أن يقدم النسخة الأولى لجلالة الحسن الثاني، وكان ذلك في عام 61، حيث تلقاني وسط 50,000 شخص وقدمت له كتاب وافتخر به وأثنى عليه ووضعه في خزانته. مسيرتي في الحديث مسيرة متصلة، أرجو الله تعالى أن يطيل العمر لأخدمها، ذلك أن بلدنا كان دائما بلد الحديث وبلد علماء الحديث. الرباطيون يعرفون سيد المدني بن الحسني ويعرفون سيد محمد السايح وهما من أعلام المغرب، وقال الشيخ شعيب للملك مولاي يوسف رضي الله عنه عندما دخل قال إنك تائه أيها الشيخ، وكان الشيخ دكاليا وكان أي شيخ، قال والله أنا أتيه لو لم يكن لي من علمي إلا أنني خرجت شخصين هما المدني بن الحسني ومحمد السايح، فأنا سأقابل بهم. وفعلا لقد حقق هذان العالمان الجليلان أشواطا بعيدة في التأليف وفي التوجيه وفي تخريج أفواج كريمة كثيرة. وكذلك كان الأمر في مراكش وفي فاس، وما أدرك ما في فاس، وفاس هي بلد المغاربة كلهم وهي العاصمة العلمية، فإذا بلدنا بلد علم حديث. الله وفقنا لأن نحيي نحن هذا العلم وأن نحيي التأليف فيه والتدريس. وأفتخر وقد سئلت أخيرا من مجلة سعودية عما حققت في حياتي، قلت يكفيني من دنيا كتب أنني أحييت مدرسة الحديث بفضل الله، ليس في المغرب فقط، عن طريق جمعية الإمام البخاري
التي لا فروع في المغرب ولا في حلب وفي سوريا وفي بيروت وفي القاهرة، وحيث أيضا بهذه المجلة العتيدة المتخصصة التي هي مجلة السنة، وهي مجلة أكاديمية لا يكتب فيها إلا التاريخ. على تنظيم توقيع لكل عدد من باب نشر السنة وإحياء الحديث، ويحرص الملك محمد السادس إذا لاحظتم من خلال وسائل الإعلام أن أقدم له كل عدد في كل مكان. نعرف المجلات الرصينة والعاقلة والعالمة لا تستمر إلا بدعم مادي، كتبي متواصلة، قرويين في أزمة أقولها لكم، قرويين اليوم حبيسة الأدراج، الوزراء والمسؤولين، كل جامعات لها رئيس إلا جامعة القرويين. القرويين ذهب عنها جديد، بعد عند التنظيم، بقيت الآن بدون رئيس، بقيت بدون دعم. رجعنا ليس في الوزير، رجعنا في الله سبحانه وتعالى أن يحنن عليها قلب الملك. فملوكنا دائما كانوا في مقدمة المجددين وكانوا في مقدمة الداعمين. القرويين محتاجة اليوم إلى دعم. أنا أذكر أن مفتي روسيا العظيم وقد كان له دور في العلم والفضل بابا خانوف أيام الاتحاد السوفيتي جاء إلى المغرب، وبينما هو في المطار يستقبل قالوا له ماذا تريد، هل تريد أن تزور سومكا؟ قال لهم لا، إحنا بالنسبة لنا سومكا لا شيء ولا هذا، ولأن متقدمون عليكم، لكن عندكم شيء ليس وهو هويتكم الأصلية. قال خذوني إلى القرويين لأزورها وأزور مكتباتها وأصلي ركعتين فيها. انظروا إلى قيمة القرويين وما أدرك القرويين، حتى اعتبرها الشرق والغرب هوية المغرب وتعريفه ورمزه. أرجو الله في هذه المناسبة، وقد ألفت كتابا كي تعود، سميته موجود لكم، كي تعود أم الجامعات المغربية، لأن أصبحت من الجامعات المهمشة اللي تصل اليوم إلى 15 جامعة، وهي الآن أضعف جامعة برغم أنني أنتمي إليها وأدرس أكثر من 3 عقود، وكل كتابة عليها في المجلات والجرائد، ولكن خصتها لأؤدي مسؤوليتي أمام الله وأمام المغاربة أن القرويين محتاجة إلى دعم وإلى إحياء، وفي إحيائها إحياء للمغرب، لأنه فيه واحد بادرة معروفة في تاريخ المغرب، كلما انتعش القرويين ومعنا ولي فاس رئيس جامعة سيدي محمد عبد الله، وهو يعرف هذا ما أعرفه أنا وأكثر منه، ولعله يشاطرني همومي. فاس القرويين عندنا ترمومتر ولا دليل، كلما انتعش القرويين ونهضت وكثر طلابها الا ازدهر المغرب، وقلت انا في هذا الكتاب وهذه ليست مقولتي. فاذا اراد المغاربه ان يزدهروا ويعودوا الى الحداثه مع حفاظ مع الاصاله كما نعرف الحداثه نحن كما كيعرفوا هؤلاء، لا احتفلنا بالقرويين واعدنا اليه مجدها، ومجدها لا يعود الا باعاده تنظيمها وتاطيرها ودعمها بالمال وبالرجال وبالبرامج واليوم بالمختبرات التي هي اساس كل خير كل تقدم. في عندي كتاب ايضا لعلكم طلعتم عليه، وهو كتاب المرأة بين دينها وواقعها، واجبت عنه على البرنامج الحداثي الذي اذهب الوزيرة وريحه، ورددت عليه ان المرأة لو استضلت بظلال الاسلام ولرجت الى هديه لكفى فخرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكفي سهابسه، وما قال لاصحابه لما فعلت كذا ولا فعلت كدا. هذا النبي عليه الصلاه والسلام، هذا اصبحنا نعاب بان نحن نضرب المراه ونحن نحتقرها. الاسلام هو الذي عين المراه محتسبه على السوق في الوقت في ايام عمر بن الخطاب، والحسبه ولايه من الولايات الشرعيه والقضائيه، عمر عين امراه بنفسه ولايه وهذا معروفه، ولا خنا ثبت بكار مرات الملك معروفة، كانت مفتية مرسدة محدثة، ذهبت إلى الحجاز استجازها المحدثون، وزارة الأزهر واستجازها الأزهريون، هذا هو الإسلام الذي صنع هذه النساء، هؤلاء. إحنا عندنا الشاوية رحمه الله ضحية، أول طائرة أول طيارة وأول ربانة، هذا هو الإسلام هو الذي حنا. إذن فلنعود الإسلام اللي هو كيجعل كل من المرأة والرجل متكاملين على حساب
ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف النساء ويقول اللهم أنتن من أحب الناس إليك. النبي هذا في صحيح البخاري ماشي كان قوله من عندي. أنا جبت على أربعة أسئلة عن التعدد الذي لا يحبه النساء اليوم مهما كنا صالح. وليس هو رخصة، التعدد رخصة. ولماذا كان الطلاق بيد الرجل؟ أصلا هو دائم بيد المرأة والرجل، ثم القوامة، والمعنى القوامة هو التوجيه وعن السير للأسرة. هذه هي النقاط الصعبة اللي كتها، ولكن الناس أخذوا منهاجها ورؤيتها ومعناها من غير الإسلام. فخير لهم أن يفهموا هذه الحقائق وهذه القيم من خلال معاني الإسلام وسيرة الإسلام، وسيرة الإسلام يعود إلى الصور. فإذا أردنا أن نصنع مجتمعا كما صنع عمر النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه وصنع عمر بن عبد العزيز، الآن لا يوجد مجتمع يرفض الصدقة، يستغني عن الصدقة والزكاة. المجتمع الإسلامي في أيام عمر بن عبد العزيز استغنى عن الزكوات، ديك تراتي مغتن الناس وكفيت حاجتهم. إلى الآن لم تصل البشرية إلى هذه الفترة، ولكن مع الأسف فترة لم تتعدى سنتين ونص، 30 شهر، وقتل الرجل وسمى لأنه دفع الإسلام ودفع المسلمين. كتب بين أيديكم لم أصنعها وحدي، صنعها مع أعضاء جمعية الإمام بخاري وجمعية الأخوة والصداقة وفيدرية الأنساب، فيدرية الجديدة التي نفتخر بمكتبها التنفيذي الذي رئيسها المؤسس بجانب العميد المجاهد المناضل العامل سيدي محمد المعزوزي، والصفوة من زملائنا في المكتب التنفيذي، وهؤلاء الأحباب من رؤساء جمعيات ومن علماء ومن نساء ورجال، أنا أفتخر بهم وأعتز بهم أيام اعتزاز. أشكركم على عنايتكم واستماعكم إلي، وأدعو من له سؤال إذا أراد أن يكون سؤال، حتى يكون لقاءنا كاللقاءات الماضية كلها لقاءات علمية منتجة. من أراد أن يسأل سؤالا فهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور يوسف الثاني غني عن التقديم، لقد أسعدني الحظ بمعرفته من خلال الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وأعجبت بشخصه الكريم كما أعجبت بأحد العلماء المرحوم مولاي علي الثاني التي كنا نتصل به مرارا عندما كنا نفكر في، كان ضروري أن أقول في هذا الجمع المبارك السعيد. وأعجبت بشخصه الكريم بثقافته الواسعة وبتواضعه، ونتقدم له بالشكر الموفور على المجهود الكبير الذي يقوم به موفرا لنا معلومات مفيدة بفضل اعتنائه واهتمامه بهذا التراث العظيم وعلوم الحديث. فقد أعطى له حقه المطلوب من الجهد والسعي من أجل الحفاظ على حضارتنا الإسلامية. الدكتور يوسف الثاني أتاح لهذه الفرصة للتدخل بسرعة حول إنتاجه القيم. استعرضت كتبه وأثار انتباهي إلى ظاهرة الفقر الذي تعرض إليه الدكتور الثاني في كتاب كيف تغلب الإسلام على الفقر، دراسة أكاديمية عن كيفية محاربة الإسلام لظاهرة الفقر وطرق علاجها والقضاء عليها. وحبذا لو استطعنا في لقاءات مقبلة مع الدكتور أن نناقش ثقيلة عن القضاء على الفقر ومصرع الفقر والتغلب على الفقر إلى آخره. وهنا نتساءل بكل صراحة، هل استطعنا فعلا التغلب على الفقر الذي هو مشكلة المشاكل؟ هذا الفقر الذي عم المجتمع المغربي. ولعل ما دفعني إلى إثارة هذا الموضوع هو الشعور
بخطورة هذا الداء الفتاك الذي انتشر واستفحل. نعم، هناك بعض الكتب، كتاب دكتور يوسف القرضاوي عن مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام 1988، ومؤلفات أخرى في الموضوع بطبيعة الحال. واسمحوا لي إذا قلت أنه رغم ما قيل عن الفقر، فالفقر يزداد يوما عن يوم، وتزداد الجيوش الجرالة من المتسولين. الدكتور يوسف الكتاني أعطانا هذه إلا بمحاربة الفقر بكيفية جدية وبالاعتماد على الديمقراطية كأساس للحكم، إذا أردنا أن لا يصبح إنتاج المفكرين كمادة للاستهلاك لا غير. قلنا الفقر هو أصل المشكلة، لأنه يجر وراءه الجهل والمرض. هو هذا المثلث، الجهل والمرض، وعلاج الفقر بطرق جدية وفاعلة يمكننا من علاجها بالتبعية. ولا بأس أن نذكر هنا بالنتائج التي قد يتمخض عن الفقر. السرقة، الغضب، استعرضنا هذه العوامل، علمنا ما نعانيه الآن في مجتمعنا. أملنا أن يستمر الدكتور يوسف الكتاني في عطائه المثمر، هو الذي يكرس جهوده وحياته لهذا الهدف النبيل من أجل مجتمع مغربي أفضل. والسلام عليكم. شكرا. عزيزي المجاهد الفاضل العامل سيد محمد العزو، أعيده بأنني مستعد أن أنظم معه ندوة حول هذا الكتاب، لأن هذا موضوع الساعة، ولأن الفقر أصبح يقض مضاجع وطننا العزيز في آخرة بصورة مهولة كما نلاحظ. معي الدكتور عبد الحفيظ والعلو، زميلي في جمعية بورغاب، وفي مسؤول عن الثقافة والإعلام في جمعية الأخوة والصداقة، والحقوقي النشيط وصاحب الأورو المتوسطي، لأنه إذا المذكر الأورو المتوسطي يغضبوا علينا. إحنا حتى نتم بهذا الموضوع اللي هو موضوع الساعة. أنا أعطيه الكلمة. سيدي الفاضل أستاذنا الكريم والعالم المتفتح والملتزم أخانا العزيز الدكتور يوسف الكتاني، سيداتي سادتي أيها الحضور، عن الإسلام وعن الحركات الإسلامية وعن المقاومة وعن الإرهاب، وهناك هجمة إعلامية غربية ضد الإسلام لتشويه صورة الإسلام وصورة البلدان الإسلامية وما جاء به الإسلام والقرآن الكريم والسيرة النبوية. فسؤالي، أنتم كعالم منفتح كتبتم عن محاربة الفقر وعن حقوق الإنسان وعن المرأة وعن الإمام البخاري وعن السيرة النبوية، كيف تنظرون وكيف يجب أن يرد على هذه الهجمة الإعلامية من طرف العلماء ومن طرف المفكرين المسلمين الملتزمين الواعين بهذه المعركة الجديدة المفروضة علينا، وقد ركز على هذا الموضوع الاجتماع الأخير للقمة، قمة البلدان الإسلامية في مكة، له صورة منذ الفتح ومنذ ظهور الإسلام أنه إسلام التسامح وإسلام المحبة وإسلام التكافل وإسلام العدالة الاجتماعية. أصبحنا اليوم ندافع عن أنفسنا وعن الإسلام وعن هويتنا العربية الإسلامية. إذن كيف تردون على هذه الهجمة، إما في شكل كتاب أو في شكل كتابات، وهذه معركة جديدة تطرح علينا جميعا في إطار تأهيل الشأن الديني الذي
تلقاه صاحب الجلالة في المدة الأخيرة. وطلبي كذلك، ونحن من أقول من الشباب نريد معرفة الكثير عن تاريخ الزوايا، وأنتم شيخ وأنتم مسؤول على الزاوية الكتانية، نريد الكثير عن، لأن كتب الكثير عن الزوايا قبل ظهور الأحزاب السياسية ودور الزوايا في المعركة الوطنية من أجل الاستقلال والحرية. نريد أن تساهموا ولو بكتابات أو بكتاب. الشباب المغربي محتاج إلى خطاب جديد وإلى رد فعل عن ما نعيشه كأجيال وكشباب في خضم هذه التطورات التي يعرفها العالم، وفي خضم العولمة التي تكتسح كل بقاع العالم. ونحن كمغرب بصفتنا نوجد على بعد 14 كيلومتر على القارة الأوروبية، ونحن مرتبطون بالشراكة الأوروبية المتوسطية، ونحن مرتبطون بالتزامات اقتصادية وببناء مناطق للتبادل الحر والثقافة كذلك في خضم هذه. وتوجيه أخي وزميلي دكتور عبد الحفيظ والعلو ما عن تحسين صورة الإسلام، في الإسلام لا يحتاج إلى تحسين صورة، صورته نقية كما أنزل. تحسين صورة المسلمين التي أصابها الرذاذ وأصابها العيب وأصابها الانحراف. عندي محاضرات جيدة ونبهت في مجلس أعلى للشؤون الإسلامية في مصر التي أنا، وفي مجلس الدعوة والإغاثة في السعودية لنا عضو فيه، وفي عضوية رابطة علماء العام الإسلامي، قلت على أنه ينبغي أن نصحح هذا التعبير. تحسين صورة المسلمين، الإسلام دخل إلى إندونيسيا بسبب تجار المسلمين، 1000 المغاربة، 1000 شاهد موجود الآن في جاكرتا. لمن يذهب هناك، هنا صورة المجاهد الداعية المغربي الآن موجودة. التجار كانوا بسلوكهم وسيرتهم وبصدقهم وعقولهم دفعوا الناس إلى اعتناق الإسلام وإلى اتباعه. إذن بسيرة إذن علينا أن نصحح صورتنا، فإذا صحنا صورتنا عاد الناس صياغة رؤيتهم، وخاصة في الغرب. ونعيده بأن أجمع هذه المحاضرات وأكتب كتابا وأقدم إن شاء الله هدية له. أما عن الزاوية الكتانية في ليبشير فإن الكتابة في المطبعة، وأخي أستاذ سيدي حمزة بن علي الكتاني كاتب الكتانيين شبابهم على علم بهذا، بأنه خلال الحمد لله ملوكنا وروادنا وزعمائنا مهتمين بالشباب وعلمائنا، ينبغي المزيد من الشباب. وسقوط الاتحاد السوفيتي أعتقد غير المسار ورجع الناس إلى الحق ورجعوا إلى ضوء الإسلام، إذ أنه لا صلاح لهذه الدنيا إلا بدين، وهذا الدين الخاتم اللي اختاره الله هو دين الإسلام، هو اللي غيصلح. إحنا شفنا الداعية المرحوم أخيرا ديدات، وشفنا صديقنا رجاء قارودي كيف أصبح يبشره وأصبح يتكلم باسم العلماء، هذا شيء متميز. أنا أعيده بأنني مهتم بشبابنا ولي محاضرات كثيرة وسعيد باهتمام كأحد قدماء طلبة جامعة القرويين وكأول خريج من جامعة سراييفو المسلم وزميلي وصديقي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. بل بالأماكن التي كونت الدراسة الإسلامية وكانت منشأها ومنبعها، وألح عليكم وأطلب منكم أن تحيوا جمعيتنا، جمعية قدماء جامعة القرويين. كنا قد أسسناها سنة 1955 وقوضتها بعض الأسلحة، هذا اسمه المحلية للأسف الشديد، وذهبت جامعة القرويين حينما حولوها من مكانها إلى أماكن وإلى ثكنات عسكرية ومستشفيات حتى قتلوها، ويعني أصبحت الآن أثر بعد عين. ثانيا
قضية الأقليات الإسلامية في العالم. لا مقر وزارة الشؤون الثقافية واستمرت لمدة 3 أيام. وأنتم تكتبون عن القرويين وتكتبون عن الإسلام والأقليات الإسلامية، ماذا عن جامعة القرويين؟ ليس فقط كتابكم بل إحياؤكم لجمعية قدماء جامعة القرويين التي الآن انتهى يعني العهد الذي كنا نتحدث فيها عنها. فسؤالي أو رجائي إلى الدكتور يوسف الكتاني الذي أعرفه يعني منذ أكثر من 40 سنة، هو ليس شابا، هو شيخا الآن. لا تصدق أنه شاب. لا تصدق أنه شاب. لا تصدق أنه شاب. هو شيخ مثلي. شيخ مثلي وإن كان شبابنا في كتاباتنا. أرجو من دكتور يوسف الكتاني أن يتصدر وإلى إعادة الحياة لجمعية وجمعية قدماء جامعة القرويين، وأن ينادي من جديد إلى إحياء اللجنة المغربية أو الجمعية المغربية لمساندة مسلمي البوسنة والهرسك، والمشروع الذي توفي مع دكتور علي الكتاني والذي كنا سنؤسسه، وهو مشروع الهيئة الإسلامية للدفاع عن الأقليات الإسلامية في العالم. أنتم ترون يعني مأساة المسلمين والإسلام، وكما قال الدكتور والعلو، فأرجوكم وألح عليكم، وهذا ليس بعزيز عليكم، أن تعيدوا أمجاد كل هذه الأشياء، ولا سيما جمعية طلبة جامعة القرويين أو جمعية جامعة القرويين، وأن تعودوا إلى الكتابة في شأنها من جديد، وكذلك الأقليات الإسلامية في العالم. فالإسلام كما قلتم هو دليلي التي نعرفها من قديم فيه، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى على كثرة الجمعيات التي أرأسها وأشارك فيها أن تساعدني ظروفي على إحياء، لأن القرويين أمنا، أحببنا أم كرهنا، وكل من يعمل لإحيائها أو إنعاشها أو نهضتها نحن معه وبجانبه. نتمنى أن ترى هذه الجمعية العتيدة فجرا جديدا في حياتها بعملي إلى جانبك إن شاء الله، بعمل أستاذنا سيدي محمد العزوجي الغيور على الدين وعلى قيم الإسلام، وذلك بفضل الله. أنا أطلب أن يكون هذا الجمع المبارك هو المناسبة التي نقول فيها بسم الله لجمعية القرويين. أي والله. وهذا عهد أرجوكم أن تأخذوها على دكتور يوسف الثاني حتى لا تراجع، إن عنده مشاغل كثيرة جدا بلا حساب، أنا أعرفه كثيرا. يكفي هؤلاء شهود عليا. لا كل واحد فيهم إمام. ابن الكتاني الناهض المجتهد الناجح، برغم من تخصصه في الصيدلة واشتغاله بالصيدلة، فإن العلم أخذ منه 99% من بقالي الصيدلة وعمائله. أرجو الله له التوفيق، وأن كما ترحمنا الآن على سيدي مولاي علي أباه حقيقة، كيقولوا في المثل المغربي اللي خلف ما مات. وحقيقة الله تعالى دفع سيدي حمزة وخاصة بعد وفاة والده العظيم حقيقة، عظيم حقيقة بكل معاني كلمة العظمة، وهذه شهادة الأبعيد قبل الأقارب. الله تعالى لم يضع لنا مولاي علي، بل نرى مولاي علي المقبل في سيدي حمزة وأكثر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الأستاذ العلامة سيدي يوسف الثاني على أن أتاح لنا هذه الفرصة للاطلاع على مؤلفاته وإنجازاته العلمية، وهي إنجازات كثيرة عميقة في مدلولها، واسعة في مداها، تشمل التحقيق وتشمل الفكر وتشمل الفقه وتشمل الحديث وتشمل غيره من المعارف. كما نشكر إدارة هذه المكتبة منار العرفان، هذه المكتبة القديمة الحديثة التي هي قبلة الباحثين وقبلة المتطلعين منذ تأسست، ومنذ أسسها الأستاذ وجيه فهمي صلاح رحمه الله تعالى. الدكتور يوسف الكتاني هو بمثابة الوالد وبمثابة عمي وبمثابة شيخي، فأن أقول عرفته منذ كذا هذا سيكون نوعا من التكلف، لأنني أعرفه منذ وجدت.
ولكن من الناحية العلمية قد اطلعت على كثير من كتبه واستفدت منها، وزاد على ذلك أن أكرمني بالإجازة الحديثية جزاه الله خيرا، وهو أستاذ وعالم معروف شرقا وغربا، معروف بتآليفه الموجودة الآن أمامنا، ومعروف بدروسه، ومعروف بمحاضراته من أعمدة الفكر في المغرب، الفكر الإسلامي، وعالما من أعمدة علماء المغرب في هذه الفترة، فترة ما بعد الاستقلال. ولي سؤالان بهذه المناسبة الطيبة سأغتنمها حتى أسألها أستاذنا الكبير، ولطالما خارجتني أسئلة كثيرة حول مجهوداته وحول إنجازاته وحول علومه. السؤال الأول، بصفتكم وربما ليس في ذلك مبالغة محدث المغرب في هذه الفترة، كما كان عمكم يكون له عمل كبير يسمى بمشروع العمر، فهل لكم عمل في اختصاصكم، أو هل تنهون القيام بعمل مشروع ضخم تلخصون فيه علومكم، وطبعا لا يمكن تلخيص العلوم، ومجهوداتكم وتجربتكم العلمية والشخصية؟ السؤال الثاني، جرى عرف المحدث إلى كتب السنة، فهل لكم نية في جمع كتاب من هذا النوع؟ واعذروني على الإطالة، والسلام عليكم. شكرا لأخي وصديقي وابن عمي سيدي حمزة، أستاذ العلم متميز، حول مشروعي المقبل. بطبيعي كل كاتب وكل أديب عنده مشروع، ولأنني عندما بدأت حياتي أثبتت به بالدلائل والحجج والوثائق مدرسة الحديث لمدة 1000 سنة، منذ القرن الرابع منذ دخل البخاري إلى المغرب إلى اليوم. ذكرت مدرسة الحديث وروادها ومناهجها وأصولها وروادها، وعرشت على الزوايا والمساجد باعتبارها مراكز للرواية والأخذ والرد. أفتخر بهذا الكتاب الذي هو معروف بالشرق في الشرق أكثر، وأنوي وأدبتت عملي أن أختم مشروع مدرستي الحديثية التي بينها كتب معجم أول معجم ديال كلمات صحيح البخاري ورباعية البخاري ومنهج إمام بخاري والإمام بخاري وجامع الصحيح والإمام بخاري أمير المؤمنين إلى غير ذلك، أن أنوي أن أختمه بكتاب أسميه المحدثون المغاربة، وقد رمت فيه أن أرد الاعتبار المحدثين الذين لم يهتم بهم الناس أو لم يترجموا لهم ولم يهتموا بهم الاهتمام الكافي، سواء في القرون الماضي أو في القرن العشرين، وقد أصاب حقيقة الغبار كثير المحدثين الذين لا يعرفهم الجيل الجديد، برغم من أنهم لم يموتوا أكثر من نصف قرن، مثل الفقيه السائح وهو محدث المغرب وعلامته، مثل المدني بالحسني وهو راوية المغرب وحافظه، مثل أستاذهم جميعا شيخ شعيب الذي كان يحفظ الكتب الستة وآخر من أقرأها وكان يحفظ القاموس. وقد تحداه أحد الجزارين مرة، قال إذا أردت أن، وكان يقرأ في مولي سليمان الحديث، إذا أردت أن أعترف لك بالأستاذية وبالعلم عرض لي بعض الصفحات من القاموس وتصور. من أنبأه بهذا؟ فقال الشيخ اذهب واتني بقاموس. قال افتح قاله بقى يقول المدد قاله وما صدر عنها. هذا هو الشيخ شعيب، شوفة الحفظ. وقال لي والد رحمه الله ومن خلص تلامذته الى جانب الشيخ مكناصي رحمه الله والفقيه سيد عبد الرزاق الدرنوسي الكبتوري او سيد الكبتوري، لا سيد الكبتوري قبل منه بزاف، قبل منه بزاف. قال لي والد ديالي حقيقه فاتك مدرسة، فاتك مدرسة، فاتك ريادة في اثنين، وهما شيخ شعيب شيخ عبد الحيك الثاني، كلاهما حافظ الدنيا وليس حافظ المغرب، كلاهما نسبت
كلاهما أستاذ في فلسفة التاريخ الإسلامي. يعني فتح الله المجال لحق هذا المشروع وحق غيره، ماشي غير هذا المشروع بعده، إن طموح الناس لا حد دليل فضيلة ولا نهاية الكمال، كما كان يحلو الحسن الثاني كيقول الإنسان الواحد ما يقنعش، وطول عمره هو في طي الزمن، طي الزمن، لأنه ما عاش الإنسان غادي يموت وغينتهي، ولكن الله بارك لك في الوقت وفي الجهد وفي الصحة فأنت تأتي ما تشاء. أرجو الله أن أحقق هذا المشروع الذي أشار به علي ابن عم العزيز، وأحقق غيره لصاحب المكتبة أخي وسيم الوسيم بالفعل، لأن من ينظر إليه يرى شاب مثقف مربي، وهو سر والده رحمه الله كم فتح لنا في هذه المكتبة، وكم وقعنا فيها من كتب، وكم أخذنا فيها من صور حقيقة. فهو تابع سيرة والده رحمه الله واقترح هذا التكريم الذي يعتبر يعني حس حضاري، لأن الدول اللي كتعنى بعلمائها وبروادها وفقهاء هذه دول حضارية وفيها الخير، وتعطي العربون والمثال للجيل الآتي. أرجو الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا دائما مباركا، ويحقق رجاءنا ورجاءكم سواء في أسئلتكم أو فيما نؤلف من كتب، وأن يدخر لنا هذا عده، وأن يجعل عملنا خالصا خالصا من كل نفاق ومن كل عجب ومن كل رؤية، لأن إنما الأعمال بالنيات، إذا كانت نية خالصة فالأعمال تكون ناجحة. أسأل الله سبحانه وتعالى يحقق رجاء ويكتب لكم الأجر، ويسعد بكم كما أسعدتمونا، ويؤيد بنا وبجهودنا الإسلام، وأن يحفظ ملكنا ويحقق له ما يريد، وأن يدفع ببلدنا، وإنه لا ملد لنا إلا الله، ولا نجاح إلا باتباع الإسلام. فنحن قوم كما قال عمر أعزنا الله بالإسلام، أما ابتغينا العزة يبغى أدلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا أستاذ أسطرت سيدي أنا راه مريد ديال الباب والتيبي ديالو، بغيت يحتم العصر لولده ما عندها. نعاود نعمل صورة ثانية إلا بغيت وياك. ها؟ فيلم. سي بن صالح حاجي طيب يا سيدي سيدي عبد اللطيف سيدو دكتور تمساماني، هذا دكتور تمساماني الطبيب العالم صاحب مولاي عبد السلام اللي مشيت غادي نطلع عنه. زيد السي جادير زيد اجي صوت لا الله يهودي انا عارف واش غيعمل، انا ما عنديش غير نتوما. الله يحفظكم الله يبارك فيك. الله أكبر، داكشي اللي عمل لي سعيد، شوف نقص، عندك تخرج لهم ديال الصوره لا بس فراس الى كنت مجامع عليا تي كلشي